السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ بخير صباح عليكم، كي صبحتوا؟ واحد الموضوع ضرني براسي اللي كامل باش يدير الناس، قلت والله يتغدى الصباح انا نهضر فيه. واحد الموضوع تتعلق ب 100 غرام، شنو هي زعما 100 غرام؟ انا نشرح لكم. تدخل بزاف الصفحات تلقاهم كاتبين الدراري في كومونتير الناس المبتدئين، راك انت اللي ماشي مبتدئ وغلط. غير باش نشرح لكم القضيه، تلقاها داير مثلا خويا الله يحفظك 100 غرام، شحال فيها من شحال 100 غرام تشوفها، شحال فيها من كاس، شحال كيفاش ندير نعبرها؟ 100 غرام دلوش شحال فيها من معلقة؟ 100 غرام ديال الزبيب شحال فيها من كاس؟ تلقاهم مخربقين. 100 غرام ديال الدجاج شحال فيها خويا؟ كي ندير نعرف 100 غرام ديال الدجاج؟ الناس تأثروا بزاف ديك القضية ديال 100 غرام 100 غرام 100 غرام. هادشي محيوا من راسكم الدراري، نصيحة مني محيوا من راسك. إلا بقيتي هكا غادي تمرض، على الا ما كانش عندك 100 غرام كامله ديال اللوز ولا ديال الشوفان ما غاديش تاكلها، راك غادي تخربق. الناس في الصفحات الاخرى كيعطيوكم باغ اكزومبل 100 غرام 100 غرام 100 غرام شحال فيها، ما كيجيش يقول لك بالضبط ضرب 100 غرام فهموني الدراري. صافي انا نهضر لكم عليا شخصيا، انا مثلا الشوفان تنوض الصباح تنطحن مثلا تنلوح حتى المعالق كبار في المونينيكس، تلوح فوق شويه التمر، تلوح فوق شويه الزبيب، تلوح فوق شويه الكاوكاو، شويه اللوز، البنان، الماء، طرب تشرب. نسى هذيك 100 غرام حيدها من بالك الدراري، حيدها كاع الناس اللي عرفتي شحال ديال لي ميساج تلقى في هذا الشيء ديال 100 غرام. انا جاني اخر واحد، جاني في الصفحه ديالي فيها شي 5 جوغ دابا بحال هكا، جاني ميساج قال لي واحد الدري وبنت ولا السؤال خويا شحال 100 غرام ديال الحب، 100 غرام ديال الدجاج شحال خصو يكون فيها، كي ندير نعرفها؟ وشرحت ليهم وقلت والله حتى غادي ملي شفت هذا السؤال تكاثر بزاف في الصفحه قلت والله حتى نجي نهضر لكم عليه. نصيحة مني الدراري، اللي لقيتيه شطو طحنو قصي مع راسك، كاين 100 غرام لا والو، عندك اللعاقة بزايد بغيتي تزيد تكثر توصل 100 غرام من حقك، ولكن بلا ما تصدع راسك بها. إن شاء الله الدراري، حتى الموضوع الجاي إن شاء الله.